ولا بد للقيد ان يكتسب تجدح يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر فلا بد للقيد ان يستجيب ولا بد للقيد ان يكتسب تجدح يوما اراد الحياه. كنت بحاول ان انا امسك لافته وكتبت عليها ارحل ارحل يا مبارك، وبدات اطوف بيه انحاء الميدان عشان احنا كنا متجمعين في جزء من الميدان، الميدان كبير قوي، فكنا متجمعين في جزء من الميدان، فكنت بحاول اطوف بيها الميدان عبر اجهزه الامن، اجهزه الامن والامن المركزي. وبدانا نمشي احنا عاملين نفس عاملين نكتر نكتر نكتر، وبدانا واحنا ماشيين اول عدينا الكوبري نزلنا شارع جامعه الدول العربيه، بقينا نقول للناس انزل انزل انزل، وبدات انا اشوف اطلع، حاولت ان انا اطلع فوق رصيف عشان اشوف اول المسيره من اخرها، ما شفتش اول المسيره ولا شفت اخرها. في اللحظه دي بكيت، في اللحظه دي بكيت لما عرفت ان احنا نجحنا. دي كانت اول بدايه بالنسبه لي، قلت ان دي ثوره وليست مظاهره. كان الهدف الوحيد للشاب ذو القبعة الحمراء أثناء مواجهته للشرطة هو التمكن من التوجه إلى ميدان التحرير، ولم يكن يعلم أنه سيكون رمزاً للثورة. نقلت وكالات الأنباء العالمية احتجاج الشاب كخبر عاجل تحت عنوان الثورة في مصر. اسمي عبد الرحمن عز، صحفي مصري، أحد الشباب المصريين اللي شرفوا بمشاركتهم في ثورة 25 يناير. الشارع بالنسبة للمصريين حاجات كتير قوي، كان اللي هو بينزل فيه بعد ثورة 25 يناير إن هو ينزل يرفع راية الحق في وجه أي ظالم. الشارع هو المكان اللي جمعنا كلنا كمصريين دون أي هدف سوى هدف إن مصر تكون دولة محترمة ودولة كريمة ودولة ذات ثقل ودولة ذات حضارة. الشارع هو اللي جمعنا كلنا كمصريين وحطينا أيدينا في أيدين بعض، وقفنا في وجه الطاغية مبارك وقلنا الشعب يريد إسقاط النظام وكفاية وإرحل. عبد الرحمن عز مراسل تلفزيوني وناشط في الوقت نفسه، وهو من أبرز معالم الثورة المصرية، كان في الصفوف الأمامية ولحقه الثوار وآلاف الناشطين الذين تكفلوا بمهمات صعبة طيلة أيام الثورة، وانتظروا لأيام في ميدان التحرير حتى تنازل حسني مبارك عن الحكم. كانوا المتمردين على حكم ظالم استمر لثلاثين عاماً. كان هناك شعب مهمش، كان هناك شعب لا يعرف قيمته الحقيقية، كان هناك أشباه رجال، كان هناك نظام فاسد طاغية جرف التربة وجرف الحضارة وجرف التاريخ وجرف كل معاني الإنسانية في المواطن وفي الشعب المصري. دي كانت مصر قبل الثورة، كانت مصر المجد فيها هو لما الفريق القومي الوطني لكرة القدم يحقق بطولة. أسباب قيام الشعب المصري بثورة لم تكن وليدة سنة ولا سنتين، بل هي تراكمات من ظلم، ربما لو قلنا 30 سنة فقط ربما نكون ظالمين، هي أكثر وصلت ل 60 سنة من الفساد والاستبداد والظلم والتجريف.
أصبحنا تحت خط الحد الأدنى من الفقر، تحت خط الفقر نفسه. أصبح المواطن المصري لا يجد ما لا يجد احتياجاته الأساسية أصلاً في الحياة. الكرامة، الحقوق، الحرية، كل دي أسباب كان عدم أو عدم وجود الحقوق ديت أدت لقيام الثورة. فضلاً عن إني أب يهان قصاد أبنائه أو ابن يعتقل قصاد أمه، ما كانش دي أسباب ترضي أي بني آدم إنه يقعد في بيته وما ينزلش. كان يعني لو ما قالش الشعب يريد إسقاط النظام، على الأقل هيقول عايز حقي، عايز أعيش، عايز أكون إنسان، عايز أكون مصري بجد، مصر اللي بقالها 7000 سنة في حضارة. مش هي دي، مش مصر مبارك. انتقل بشكل مستمر ما بين ميدان التحرير ومكان عمله في القناة التلفزيونية. كان يقوم بملاحقة الخبر والاشتراك في الاحتجاجات على نظام مبارك. مراسل شاب نال الدعم وواجه الانتقاد في الوقت نفسه. كان كتير بيلومني بعض الأصدقاء أو المتابعين إن أنا ساعات أخلط ما بين العمل السياسي والعمل الصحفي، ولكن أنا بعتبر إنه أصلاً وجودي في الحياة مفروض يبقى رسالة. ربما يحصر الإعلام كلمة ناشط في من يعمل بالسياسة أو من ينتمي لحزب أو من ينتمي لحركة سياسية، ولكني أتحفظ على هذا التعريف. كان للإعلام الاجتماعي دور كبير في ثورة مصر. كان الإعلام الاجتماعي بالنسبة للمراسل الشاب عز مصدراً للخبر ووسيلة له كي يسمع الناس صوته. يعني ربما كان الشباب المصري في أول تجربة لي يعتبر ربما أول شباب على مستوى العالم يستخدم الفيسبوك كوسيلة للتواصل السياسي، وليس التواصل فقط الاجتماعي، التواصل السياسي عبر تدشين مواقف، عبر الدعوة لمظاهرات، عبر الدعوة لفعاليات، عبر الدعوة لوقفات سلمية. فكان بعض مننا كان بيحاول هو يوصل رسالة إن إحنا مش خايفين، عشان يشجع الشباب الآخر على أنه يبدأ يمارس السياسة أو يبدأ أنه هو يبقى ليه رأي دون خوف ودون إرهاب. بدأ يصور نفسه ويحط الفيديو على اليوتيوب، وده كان فعلا بيشجع كتير من الشباب أنه هو يبدأ يشارك في هذه التظاهرات. الفيديوهات المشتركة، المنتديات المؤسسة، التعليقات، كانت كالرسول الذي أبلغ عن اليقظة التاريخية، وحانت لحظة التحرك. في 25 من يناير من عام 2011 اجتمع معارضو مبارك في يوم الغضب. كانت الاحتجاجات قائمة في مدن مصرية عدة كالقاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية، إلا أن كل الأنظار كانت موجهة نحو ميدان التحرير الذي سيطر عليه أكثر من 50,000 محتج. كانت الصرخة قوية وواحدة، كفى لمبارك. في 1 فبراير من عام 2011 اجتمع المحتجون مرة أخرى في ميدان التحرير للمشاركة فيما أطلقوا عليه مسيرة الملايين. ولم يشهد الميدان منذ ثورة الخبز تجمعاً حاشداً كمسيرة الملايين. تقدمت المسيرة في ميدان التحرير نحو القصر الرئاسي في منطقة هيروبوليس، أي إنها سارت لمسافة 13 كيلومتراً. لم يتراجع المحتجون رغم الطريقة القمعية التي استخدمتها قوات الأمن، إلا أن النتائج كانت وخيمة، فقد لقي 846 ناشطاً في مصر حتفهم وأصيب 1000 شخص. كنت وأنا ماشي معايا الكاميرا وبدأت أصور فيديوهات وبدأت أصور صور، والحد هنا وصلنا لكوبري قصر النيل، بدأت أصور فيديو عن تعامل الأمن المركزي مع الناس. وساعتها ما كنتش أعرف اللي بيحصل أو بيهما بيضربوا بإيه غير قلم سر الدموع، ولكني فوجئت ساعتها بألم شديد في عينيا،
وفقدت الاتزان تماما وفقدت الرؤية، وحاولت ان انا ابعد عن المكان لحد ما سقطت. وساعتها عرفت ان انا اصبت بخرطوش، يعني رصاصات معدنية صغيرة في عيني وفي اسفل دقني وفي دماغي، وهو ما زال حتى الان بداخل عيني ولم اعالج منه حتى الان. تابع رؤساء العالم الأزمة التي تعيشها البلاد، وكانت هناك ردود فعل في الجامعة العربية والأمم المتحدة. أما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فقد قام بإرسال رسالة واضحة إلى مبارك أثناء اجتماعه بأعضاء الحزب. استمع لصرخة الشعب ومطالبه الإنسانية، واستجب لطلبهم بالتغيير دون أي تردد. قم بخطو خطوات ترضي الشعب من أجل أمان واستقرار مصر. نتمنى أن يتحمل الشعب والنظام مسؤولياته تجاه مصر كي تحصل كل طبقات المجتمع على الحرية والديمقراطية، كي تصل إلى أعلى المستويات. وفي تلك الليلة أعلن حسني مبارك بأنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد 10 أيام من تصريحه قام بتقديم استقالته. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. يوم الجمعة 11 فبراير، يوم تنحي أو خلع المخلوع، ربما هو يوم تاريخي، يوم كان اختلطت فيه مشاعر غريبة، مشاعر عجيبة. لما تلاقيني مثلا يوم إعلان التنحي كنت ساعتها أمام قصر الاتحادية، بدأنا لسه هنصلي، سمعنا فرحة كبيرة، في إيه في إيه في إيه، قالوا لنا ده مبارك اتنحى. وكان الهتاف الشهير ساعتها في جافة شوارع مصر: ارفع راسك فوق انت مصري. فرحة عارمة، احساس بان انت طاير، بان انت ماشي في الشارع كده نافخ صدرك وبتقول انا مصري. كان النصر حليف الشعب، وانهزم الدكتاتور امام ارادته. نجحوا بان يكونوا يدا واحدة، تركوا الاختلافات السياسية جانبا. كانت العناصر المسيحية والإخوان المسلمون والجماعات الشبابية والحركات النسائية جنباً إلى جنب في ميدان التحرير. كان الشعب المصري بأكمله هناك. أما الناشطون فقد كانوا أبطال الثورة. يعني أنا فعلاً شرفت أن أنا أكون أحد النشطاء اللي شاركوا في دعم والإعلان وبدء هذه الثورة، ثورة المجيدة، ثورة 25 يناير. ولكن هذا العمل وهذا الدعم وهذا النشاط مني ومن غيري من النشطاء سبقوا كتير من التراكمات عبر أعمال وتظاهرات وفعاليات ضد هذا النظام المخلوع، وتضحيات وشهداء أيضا قبل ثورة 25 يناير. فمش عايز أكون ظالم لدورهم ولا ظالم لتضحياتهم. فأنا كنت أنزل مع أي حد وشارك مع أي حد يقول عايز يقول كلمة حق، وعايز يقف في تظاهرة، وعايز يشكل موقف حقيقي ضد ظلم الطاغية مبارك. فكان ده بيكون مثلا كان عبر حركة كفاية، كان فيها من كافة الطيارات، كان فيها من كافة الطيارات، من اليمين لليسار، من إخوان، من نصريين، من يسار، من ليبراليين. التحرير بالنسبة لمصر بل بالنسبة للعالم العربي والدولي أصبح رمز للحرية،
رمز للتحرر من كافة الطغاة والتحرر من معاني الظلم والفساد والاستبداد. استمرنا 18 يوم. 18 يوم كان فيهم التحرير عبارة عن المدينة الفاضلة. المدينة اللي تحققت فيها معظم أنواع المثالية ومعاني المثالية، في أن كل واحد ما بيبصش للون اللي قدامه ولا الجنس ولا الدين. كان كل واحد بيبص اللي قدامه على أنه إنسان بيحاول يساعده، إنسان مصري زيه زيه بيحاول يساعده، عشان الهدف واحد، الهدف هو التخلص من ظالم. كانت المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي أهم أسباب ثورة مصر التي اندلعت بقيادة الناشطين. أما الفقر والبطالة فقد كانت في المرتبة الأولى. كان نصف الشعب الذي يبلغ عدده 90 مليون نسمة يعيش بدخل يومي يصل إلى دولارين. أما نسبة البطالة بين الشباب كانت تصل إلى 30%، واحتلت مصر عام 2010 المرتبة 98 من بين 178 دولة في قائمة مؤشر مدركات الفساد المنظم من قبل منظمة الشفافية الدولية. كان على رأس هذا الشعب وهذا المجتمع رأس فاسدة هي نظام مبارك المخلوع. 30 سنة أفسدت عبر التعليم، عبر الإعلام، عبر أجهزة الأمن، عبر أدت لما نحن فيه الآن. أدت لأن المواطن المصري ما بقاش عارف اللي ليه واللي عليه، ما بقاش عارف حقوقه وواجباته، فأصبح هناك خلل في الموازين في المجتمع المصري. ده أدى أن في تدهور في الحياة العامة، الحياة السياسية والاقتصادية والفنية والاجتماعية. تلا الأزمة الاقتصادية مطالب بالديمقراطية، فقد كانت مصر تدار بالقبضة الحديدية منذ 30 عاما، وكان مبارك زعيما معروفا بإدارته المعادية للديمقراطية ومعاملته القمعية مع المعارضة واستخدامه للتعذيب والطرق غير القانونية. كنت ساعتها في ثالثة ثانوي، أعتقد كان عندي 16 سنة لأول مرة اعتقلت ساعتها وأنا عندي في ثالثة ثانوي، وساعتها ما روحتش المدرسة وضاع عليا درس الرياضة. دي كانت أول تجربة اعتقال، وساعتها ما روحتش على معتقل، لا رحت على أمن الدولة على طول في اللاذغني. وكنت أسمع وكنت بسمع أصوات حواليا، صريخ وعياط وصوت تعذيب وضرب. كل فعل طبيعي مسالم جميل له رد فعل طبيعي مسالم جميل، مفيش مشكلة. فما بال حضرتك أما بيبقى في فعل ظالم، هل ده هيخلق استكانة؟ هو نظام كان إذا فكرنا أن نحاكمه فإحنا المفروض أن نحاكمه، أول تهمة هي تهمة الغباء، لأنه كان لم يستوعب أبداً أنه هو كان فاكر أن القوة هتحميه، لم يكن يعرف أن كل قوي له الأكبر منه. مبارك هو من قام بالتحضير لنهايته، كان في 82 من العمر، وجشعه للبقاء في الحكم أعمى بصره، ولم يرى نار الثورة التي بدأت في الاشتعال بتونس. رأى الشعب المصري في ثورة تونس أنه بإمكانه القيام بالتغيير. كان في حالة من الترقب، حالة من القلق، خصوصاً إحنا كنا عايشين فترة من أفضل الفترات في حياتنا، وهي انتصار الشعب التونسي على الظالم والطاغية الهارب بن علي. فهمتكم، كان أول مرة نشوف رئيس بيكلم شعب ويقول لهم فهمتكم بعد إيه. كنا أول مرة نشوف شعب بينزل يقول إذا الشعب يوماً أراد الحياة، وبيغني وبينشد في وجه الأمن الغاشم. ولكن إحنا لما عشنا الأجواء ديت والشعب المصري عاش أجواء تونس، بدأ يستفيق، بدأ يبقى في حالة إفاقة، بدأ كل واحد يحس لا ده ممكن، ده إحنا ممكن نقدر. هناك من يرى أن الثورة
هي نتيجة كبت استمر لثلاثين عاما، وهناك من يرى أنها نتيجة ستين عاما. تعتبر مصر بتاريخها الذي يمتد إلى عهد الفراعنة أحد أهم قواعد التاريخ الإنساني، وهي من أكثر دول شمال أفريقيا في تعدادها السكاني. تتكون أغلبية الشعب من المسلمين العرب، وهي صاحبة مصدرين مهمين للمياه. مصر غنية بمصادرها المائية، إلا أنها افتقرت دوما للديمقراطية. أهم ثلاثة أسماء في تاريخ مصر هم جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وجميعهم كانت جذورهم تعود إلى الجيش منذ أوائل الخمسينيات، والجيش هو مركز السياسة في مصر. لعب الجيش المصري دورا في اختيار رئيس النظام منذ سيطرة العقيد عبد الناصر وجماعته على الحكم في البلاد. حكم عبد الناصر البلاد لأربعة عشر عاما، وحكمها السادات لأحد عشر عاما، أما حسني مبارك فقد حكمها لثلاثين عاما. لا، مبارك شخص زيه زي غيره، وهو موظف، وأنا لازم أنتقده ولازم أعرضه لو هو ظلم. ولم يكن مبارك منتخب أصلا، كان 30 سنة دون اختيار أي حد من الشعب ليه، أجبر علينا. اتولدنا وتولد ناس قبلينا وتولدت أجيال لقت مبارك رئيس، وفي ناس ماتت مبارك رئيس. كفاية، كان من ضمن أهدافي فضل الله وتحققت والحمد لله هو أن أنا أعيش ومبارك ده مش موجود. العنصر الآخر الذي ساهم في اندلاع الثورة بمصر هو الخلاف ما بين الشعب المصري والنظام. لم تحصل سياسة مصر الخارجية على دعم الشعب. علاقة مصر المباشرة مع الغرب حركت ديناميات الداخلية، وواجه حسني مبارك ردة فعل عنيفة من الشعب بعد وقوفه إلى جانب إسرائيل بهجومها على غزة عام 2006. ذاق شعب مصر الثمرة الأولى بعد سقوط مبارك بخمسة عشر شهرا من خلال قيامه للمرة الأولى باختيار رئيس الجمهورية بشكل حر، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة جدا، فقد شارك 70% من الناخبين الذين كان عددهم 50 مليون ناخب. للمرة الأولى أقيمت الانتخابات تحت إشراف موظفي صناديق الاقتراع. اختار الناخبون محمد مرسي. مرسي هو أول رئيس جمهورية في مصر تم اختياره بطريقة ديمقراطية وشفافة، وهو في الوقت نفسه رئيس مدني. حاز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة على 52% من نسبة الأصوات، وقام بشكل رمزي بأداء يمينه كرئيس للجمهورية أمام مئات آلاف الذين احتشدوا في ميدان التحرير، وقال إن المنبع الوحيد للسلطة هو إرادة الشعب. تم تأسيس حزب الحرية والعدالة أثناء الثورة المصرية، وهو فرع لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي واجهت سياسات قمعية منذ عهد عبد الناصر. هي حركة ليست بالقوية في مصر وحدها، بل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا. نالت جماعة الإخوان المسلمين مع الربيع العربي مكانة لها في السياسة المصرية. لا يزال عز وأصدقاؤه يجتمعون للتحدث عن البلاد وما تعاني منه، يتحدثون بفخر ودون سكب الدماء والدموع عن المستقبل المشرق لبلادهم، مستقبل مصر. يعني باختصار، كل ثورة بيعقبها كتير من التوابع. يعني الثورة أنا بعتبرها كزلزال أو كحدث بيتبعه كثير من التوابع اللي لازم بتحدث في أي ثورة في العالم. كل ده بنعيشه الآن، كل ده بنتحمل فترة وتوابع 30 سنة من الفساد والاستبداد اللي خلفه لينا نظام الطاغية مبارك. أعتقد أن كل دوت مش يخلص من يوم وليلة، كل ده بنتحمله، كل ده بنحاول إحنا
نزيل هذه الآثار بعد تولي الرئيس محمد مرسي كأول رئيس منتخب كأول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي وحر. بنعيش فترة من المحاولة البناء أو التخلص من هذه الفترة السابقة، معالجة أثرها بتؤدي لبعض المشاهد ربما اللي غير مقبولة، بتؤدي لبعض المشاهد اللي ربما بتؤثر في الواقع السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري. يبلغ عبد الرحمن عز اليوم 25 من العمر وهو مستمر في عمله، يخرج إلى الميادين لتقصي الأحداث هذا في الوقت الراهن.